تنفيذا لتوجيهات محافظ صلاح الدين، تستمر حملة طرف أنقاض الإرهاب في قضاء بيجي وبوتيرة متصاعدة، حيث تم توزيع العمل وفق خطة وتوقيتة زمنية لتشمل جميع أحياء القضاء. منذ بداية الحملة في 21/6 ولحد الآن هي الحملة مستمرة في رفع الأنقاض والبنايات وتنظيف قضاء بيجي والشوارع، فتح الشوارع. هنالك لدينا فعاليات وفرق مقسمة حسب القطاعات السكنية في أحياء بيجي. بدينا من حي الرسالة، انتهينا بالحي العصري، وجزء من الحي العسكري الآن هي الحملة مستمرة. الحملة مستمرة، بس احنا عندنا مشكلة واجهتنا اللي هي رفع شيشة التسليح. هذه مشكلة ومعرقلة لعملية رفع الأنقاض وتنظيف المدينة. أدعو أهلنا في بيجي أن يتعاونوا مع الحملة لرفع على الأقل شيشة التسليح اللي خاص بيتك أنت يا المواطن المحترم أو يا صاحب العمارة. لازم أنت تعاوننا برفع شيشة التسليح، لأن هذا يعرقل حركة الآلية، وراح يصير كتلة عبارة عن كتلة حديدية يصعب رفعها. متابعتنا لجميع القطاعات الخدمية والصحية وموضوع الكهرباء، تنسيق مع مدير عام شركة توزيع المنطقة الشمالية، واتصال ومتابعة السيد محافظ صلاح الدين دكتور عمار جبر. استحصلنا موافقة هذه الشركة على دعم قطاع كهرباء بيجي بالمواد الكهربائية، منها أسلاك الكهرباء والأعمدة والمحولات. للأسبوع الخامس على التوالي تستمر حملة رفع أنقاض بيجي بإشراف مباشر من قبل السيد محافظ صلاح الدين. حقيقة اليوم تم فتح أكثر من منطقة عمل في داخل قضاء بيجي، وبالتحديد في منطقة الحي العصري ومنطقة حي التيميم. تستمر هذه الحملة للفترة أكثر من شهر بآليات ما يقارب أكثر من 70 آلية اختصاصية. تم هذا اليوم المباشرة بأعمال رفع أنقاض الأملاك الخاصة للمواطنين في العمارات السكنية والبيوت السكنية، وبالتحديد في منطقة الحي العصري. لهذه الحقيقة عملية رفع الأنقاض إجراءات ندعو من خلالها، من خلال قناتكم المباركة، المواطنين الكرام الراغبين برفع أنقاض دورهم السكنية أن يقوموا بمراجعة مديرية بلدية بيجي وتقديم طلبات خاصة بهذا الموضوع. تمر هذه الطلبات وإجراءات قانونية في سبيل شمولهم بحملة رفع الأنقاض للدور السكنية والأملاك الخاصة، باعتبار أن هذه الحملة تعتبر حملة استثنائية. لذلك كان توجيه مباشر من قبل السيد محافظ صلاح الدين أن تكون لهذه الحملة أثر مباشر على حياة المواطن. فلهذا وفي سبيل تقديم قدر أكبر من المساعدة للمواطنين الكرام،